الأمم المتحدة في الميدان، برنامج من إنتاج تلفزيون الأمم المتحدة. مساء الجمعة والناس قد تجمعوا للتمتع بمشاهد وصوت ومذاق دمشق القديمة. بوذة مدقوقة ومجللة بالفستق الحلبي، بوذة محل بكداشة بدمشق الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 200 سنة. ولكننا في عمان بالأردن. الزبونة سميرة حنا. جاي مشان آكل منها، أكلتها بسوريا قبل 4 سنين وقالوا لي فتحوا بالأردن وجاي عشان آكل كمان مرة. المحل يبيع أكثر من مجرد البوذة للاجئين السوريين مثل أبي حايك. المعلم سوري والعمار سوريين وبتحكي معهم سوريين وزبونات سوريين أحيانا يعني. فبدنا نحس شيء إنه نحن مثلا بسوريا أو ليش غربة، بتضل غربة، ما لنا متعودين على الغربة يعني. بعد أكثر من عامين على اندلاع النزاع، لا يزال العنف مستعراً في سوريا، مخلفاً وراءه مدناً مدمرة. أكثر من نصف مليون لاجئ عبروا الحدود إلى الأردن، يحملون معهم ما استطاعوا جمعه من ممتلكات قليلة، على أمل العثور على مأوى وطعام وسلام. وكانت المحطة الأولى للكثيرين منهم هذا المخيم في عمق الصحراء بشمال الأردن. بدأ مخيم الزعتري كمأوى مؤقت لبضعة آلاف لاجئ، وصار الآن ثاني أكبر مخيم للاجئين في العالم. ويجري يومياً توزيع أكثر من 500,000 رغيف خبز ونحو 4 ملايين لتر من المياه. أندرو هاربر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. هذه القطعة من الصحراء الأردنية وفرت للسكان السوريين وسيلة لينعموا بالأمان. استوعبنا في الأشهر الأربعة الماضية 350,000 سوري، ثم انتقل 200,000 منهم إلى المدن. لقد انتقل العديد من اللاجئين السوريين إلى مناطق في عمان وحولها. إن البوذة لا تذكرهم فقط بالمذاق الحقيقي للراحة في وطنهم، بل توفر لهم أيضاً فرص عمل هم في أمس الحاجة إليها. معظم الموظفين عند بكداش هم لاجئون سوريون مثل حمزة غزولي. اشتغلت عند بكداش حوالي 3 سنين، فصار عندنا شوية مشاكل بالمخيم، فاضطريت إنه أطلع على الأردن. فدقل معلمي دقل لي عشان إذا اشتغل هون بالأردن، في فرع فتح جديد. لم يكن من السهل فتح محل بكداش في عمان، ولكن المالك موفق يقول إنه سوف ينجح. الأسباب اللي خلتنا نفتح، المشاكل اللي صارت في سوريا، 2 العدد الكافي في الأردن اللي هو من إخوان السوريين من الجالية السورية، 3 الموقع حساس يعني بشارع المدينة المنورة، هو صار موقع للمطاعم يعني موقع أكل وموقع طعام. ومع هذه البوذة اللذيذة التي تطلق سيل الذكريات عن أوقات أجمل، فإنه يأمل في ازدهار تجارته وخلق فرص عمل أكثر. أعد هذا التقرير إسماعيل المقدم وماري فيريرا للأمم المتحدة.